اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم انا وضحى، معاكم ضحى نجاح ومعايا زميلي في تقديم الحلقه النهارده استاذ اسلام شريدح رئيس تحرير الشبكه العالميه للاخبار. ازيك يا استاذ اسلام؟ اهلا ضحى، اهلا بيك. في غياب الامن تعم وتصنع الفوضى، موضوع حلقتنا النهارده الامن المصري والعربي، ومعانا في حلقتنا النهارده ضيفنا اللواء دكتور عبد الصمد سكر استاذ القانون الدولي والخبير الامني. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اهلا بيك سياده اللواء. احنا يعني هنخرج من الموقف الامني، كنا هنتكلم عن موقف الانتخابات. حضرتك كنت يعني بدايه كنت داخل الانتخابات عن دايره منشات القناطر، والاصوات كلها فعلا يعني تحققت في صف حضرتك، ولكن فوجئنا ان حضرتك يعني خرجت بره القايمه، وان حضرتك رفعت طعن في مجلس الدوله. فموقف الانتخابات ايه وموقف الطعن؟ يعني انت حضرتك يعني متشكك في موضوع الانتخابات ولا رفعت الطعن على اي اساس؟ طب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا انا سعيد بهذا اللقاء مع حضراتكم. هو طبعا انا كنت مرشح عن دائره منشات القناطر في شمال محافظه الجيزه، وبالفعل بموجب محاضر الفرز الفرعيه بتاعت اللجان الفرعيه انا كنت حاصل على اعلى الاصوات في دائره منشات القناطر. ولكن اللجنة العامة أعلنت فوز اثنين اللي هم مرشح حزب مستقبل الوطن، واحتراما احنا احتراما ومنوجل لكل القرارات اللي بتصدر من كافة الهيئات القضائية، فأنا على الفور يمكن عملت تظلم أمام اللجنة العامة في القرية الذكية، لأني بموجب محاضر الفرز الخاصة باللجان الفرعية، وبعد كده توجهت بطعن الى المحكمه الاداريه العليا الدائره الاولى. والدائره الاولى في المحكمه الاداريه العليا بالرغم ان هي وفقا للدستور المصري الماده 210 كان يفترض ان هي هتفصل في الطعن، لان هي بتختص بكل ما يتعلق بالانتخابات، سواء من اول الاعلانات عن الاعلان عن الانتخاب واجراءات الانتخابات ونتائج الانتخابات، واحنا كنا منتظرين ان هي تفصل في الطعنه، ولكن هي تم قبول الطعنه من الناحيه الشكليه واحالته الى محكمه النقد، دائره تطوير في محكمه النقد. وبالفعل انا توجهت الى محكمه النقد، عملت طعن جديد امام محكمه النقد المستندات بموجب المستندات الموجوده اللي هي محاضر الفرز بتاعه اللجان الفرعيه. تمام. اللي هي بتؤكد وبتفيد ان انا حاصل على اعلى الاصوات في دائره منشات القناطر، وبعديه الاستاذ سمير رشاد، وبعديه ايضا بعض الاثنين من المرشحين الاخرين. ولكن احنا فوجئنا ان القرار بتاع اللجنه العامه صدر فوز اثنين مرشح حزب مستقبل الوطن، ولكن احنا بنحترم دائما، وانا كرجل قانون دائما بحترم القانون وبحترم كافه القرارات، واعلم تماما ان القرارات الاداريه ليست محصنه في ان انا برفع وباخذ الاجراءات القانونيه. وبالفعل ده انا اخذت الاجراءات القانونيه امام المحكمه الاداريه العليا في باد الامر، ثم توجهت الى محكمه النقد في دائره الطعون، ورفعت دعوه او طعن على قرار اللجنه العامة لبطلان الانتخابات وبطلان إعلان النتيجة الخاص بدائرة منشات القناطر، وأحقيتي بأن أنا أكون فائز، وأحقيتي في دخول الإعادة مع ثلاثة من أعلى من المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في دائرة منشات القناطر. وأنا دائما إحنا دائما إن أنا وبأدعو غيري أيضا في سواء في دائرتي أو في الدوائر الأخرى، إن إحنا لابد إن إحنا ننصاع الى الاحكام القضائيه، وان احنا نحترم الاحكام القضائيه، وايا كان حكم محكمه النقد انا هاجل له كل تقدير واحترام، لان احنا عندنا القضاء المصري قضاء شامخ وقضاء عريض وقضاء له تاريخ، وقضاء دائما بيرد الحق لاصحابه، ودائما يفصل بموجب مستندات واوراق وادله قاطعه، وبالتالي انا بحترم احكام محكمه النقد القادمه ايا كانت سواء لصالحي او غير صالحي، أنا بقول له وبحترمها، وبأدعو الجميع أن يحترم قضاءنا المصري، وأن احنا ثقتنا في القضاء المصري ستظل دائما قائمة ودائمة بإذن الله تعالى، والله المستعان بإذن الله تعالى إن شاء الله. أكيد أكيد. نغير موضوع الانتخابات وممكن ندخل في موضوع الأمن أكتر. ممكن نعرف من حضرتك إيه هي أهم الضربات الاستباقية لقوات الأمن في مواجهة الجماعات الإرهابية في مصر حاليا؟ شوف احنا حضرتك الأمن المصري لابد أن احنا نرفع له القبعة حقيقة، وليست مجاملة عشان أنا رجل أمن إن أنا بقول هذا الكلام. الأمن المصري ومعه قواتنا المسلحة الباسلة تحمل ما لا يتحمله بشر.
ونتيجة التحمل بتاعهم في مواجهة الإرهاب، لأن احنا مصر للأسف الشديد احنا كام بيحاك ضد مصر العديد من المؤامرات على المستوى الدولي ومن منظمات إرهابية، وكان وبيدار من خلال الصهيونية العربية، وهذا الكلام أنا قلته في العديد من المحطات الفضائية، إن احنا مصر دائما هي مصر مرصودة من قبل الصهيونية العالمية، تستخدم العديد من الأدوات بتاعتها، سواء كانت أدوات من خلال منظمات دولية، سواء من خلال مرتزقة، سواء من خلال دول صغيرة أو كبيرة، كل هذا الكلام. وبالتالي تحمل الأمن المصري وتحملت القوات المسلحة المصرية عبء كبير جدا جدا جدا، وبالتالي احنا بنجل وبنثمن ونقدر كافة الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية حضرتك احنا بعد حدوث ثورتين كبيرتين في مصر، ثورة يناير وثورة 2013 ويناير 2013، هاتين الثورتين احنا بنقول نتج عن الثورة الأولى، ولما قامت الإرادة الشعبية في الثورة الثانية، وان احنا دائما احنا بنقول إرادة شعبية، لان البعض حب ان هو يصدر مشهد منافي تماما للحقيقة وللواقع، ولكن احنا بنؤكد ان 30 يونيو كانت إرادة شعب تفوق بكثير جدا إرادة الشعب التي حدثت في يناير 2011، وبالتالي هب الشعب وانتفض الشعب حينما وجد أن الدولة المصرية بدأت في الضياع، الدولة المصرية بدأت أن هي في محطات التقسيم كما حدث لغيرها من بعض من الدول العربية المحيطة، وبالتالي هنا عظمة الشعب المصري وإفاقة الشعب المصري، وأن الشعب المصري دائما مهما اختلف مع دولته أو اختلف مع سياسة الدولة، دائما أنه هو بتجدي أنه هو يعلم تماما أين يصب الصالح العام. وبالتالي بنجد أن الشعب المصري في 30 يونيو على طول ما حدش لقال للشعب المصري أخرج ولا ما تخرجش ولا الكلام من ده، هم وجدوا لما وجدوا أن الشعب أن الدولة المصرية بدأت تنهار، بدأت في الضياع، بدأ هناك في مخططات، وأدركوا أن هناك مخططات ممنهجة ضد الدولة المصرية، بدأ الشعب المصري هنا يأخذ المسار الطبيعي ويؤكد على الإرادة الصلبة بتاعته كشعب في حماية دولته، وبالتالي خرج مساندا ومعاضدا لقواتنا المسلحة وللأجهزة الأمنية في 30 يونيو، وبالتالي انتفض الشعب انتفاضة كبيرة جدا جدا، ورد واستعاد أحضان الدولة مرة ثانية. من هنا لفشل المخطط بتاع الصهيونية العالمية وبعض المنظمات الإرهابية والإخوانية، الفشل بتاعهم في تحقيق مآربهم داخل الدولة المصرية، بدأت ارتكاب بعض الأعمال الإرهابية بكثرة في كافة الأقاليم المصرية في كافة المحافظات، كنا بنشوف حوادث إرهابية هنا وهناك إلى آخره كل هذا الكلام، وارتكاب هذه الحوادث الإرهابية الممنهجة كان المقصد منها هو ضرب الاستقرار المصري وعدم التقدم وعدم تحقيق الإرادة الشعبية والإرادة المصرية في أن هي تواجه هذا الأمر، وأن هي تبعد شبح التقسيم وشبح الغزو عن الدولة المصرية بالفعل. ومن هنا بنجد أن ارتكبت حوادث إرهابية كبيرة جدا جدا تحمل فيها الأمن المصري العبء الكبير. طب نقول الأمن المصري وقواتنا المسلحة ليه وجهوا بصمود؟ يعني احنا يمكن شفنا وضربنا أمثلة سابقا عن بعض الدول العربية أيضا اللي هي كانت قعدت بعض القوات الأجنبية تدرب قواتها على مواجهة الإرهاب وإلى آخره، وحينما دخلت قوات داعش والقوات الإرهابية اختفت هذه القوات. ليه؟ ايه الاختلاف ما بين هنا قوات اختفت ولم تستطع مواجهة الارهاب تستدع قوات داعش او المرتزقة او المنظمات الارهابية، وبين الامن المصري وقواتنا المسلحة المصرية اللي هي وجهت بجسارة وبقوة كافة المخططات والعمليات الارهابية التي حدثت في مصر؟ بنقول هنا اختلاف في العقيدة الأمنية والعقيدة العسكرية. ان العقيدة الأمنية لدى قواتنا الأمنية عقيدة راسخة في الوجدان، عقيدة حماية الأمن القومي والأمن المصري والاستقرار المصري عقيدة في الوجدان، وبالتالي ما كانش بيثني أبدا أمننا المصري ولا يثني أبدا قواتنا المسلحة المصرية حوادث الاستشهاد اللي بتحدث. كلما يحدث أن يقع أحد من أفراد قواتنا المسلحة أو أجهزتنا الأمنية يقع شهيدا،
بتجد ان العزيمه والاصرار بتقوى ولا تضعف وبتزيد، وده اللي احنا كلنا شاهدناه. وبنقول ان النجاح الامني لم ياتي طفره، ياتي من خلال العزيمه، من خلال المخطط والاستراتيجيه التي وضعتها قواتنا المسلحه واجهزتنا الامنيه، استراتيجيه مواجهه الارهاب التي اعتمدت على الناحية العنصر البشري، واعتمدت على التخطيط السليم، واعتمدت على التقنيات الحديثة، واعتمدت أيضا على المبادرة والمسابقة والعمليات الاستباقية اللي كنا بنشوف دائما قوتنا الأمنية بتنجح في أن تضرب عمق البؤر الإرهابية في كثير من المرات قبل أن يقوموا بارتكاب عملياتهم الإرهابية. فده احنا بنقول كده، عشان كده بنقول أن الأمن المصري نرفع له القبعة، قوتنا المسلحة نحن لها هامتنا جميعا لما قامت وقدموه لحماية الأمن القومي المصري واستقرار المصري. كل هذا الكلام احنا لابد ان احنا نقدره ونثمنه كشعب مصري، ان احنا نقول ايه السعادة اللي احنا فيها والاستقرار اللي احنا فيه والأمن والأمان اللي احنا عايشينه ده، اللي الدول بتحسدنا عليه كثيرا جدا جدا. وانا بقول لحضرتك يمكن انا حضرت مؤتمرات كثيره جدا، مؤتمرات دوليه واقليميه، وكنت بتتكلم على الارهاب ووقت الارهاب، وتكلمنا والله الناس الخبراء اللي كانوا موجودين معايا كانوا بيحسدونا على نعمه الامن بالزبط. ويقولوا طب احنا يعني نعيش في امان زيكم، ومش مهم عندنا الاقتصاد بتاعنا شكله ايه، المعيشه شكلها ايه، كل هذا الكلام. فاحنا بنقول الحمد لله رب العالمين، الدوله بتعيش بتسلك خطى سديده جدا جدا في كل المجالات. هستاذن حضرتك يا سياده اللواء، معانا مداخله استاذه سمر راشد، هي كانت ماسكه الحمله الانتخابيه بتاع حضرتك. اهلا بيك، اهلا وسهلا. تمام اوكي، تقريبا المكالمه قفلت. طب بالنسبه للست اللي هو الاضرابات الاستباقيه للقوات الامن في ثوره 2011، انضمت جماعات ارهابيه كتيره واصبح الموضوع كبير على يعني على جمع هذه المعلومات من قوات الامن، كيف استطاعت قوات الامن المصريه والامن الوطني الحصول على هذه المعلومات والقيام بضربات استباقيه لانهاء هذه الجماعات زي حركه حسم وحركه لواء الثوره وغيرها من الحركات الارهابيه؟ استطاعوا ازاي ان هم يعني يضربوا هذه الضربات الاستباقيه في وقت قصير يعني؟ شوف انا اقول لحضرتك حاجه، احنا عندنا الحمد لله رب العالمين، احنا بنتكلم على المستوى الامن القومي المصري، سواء المخابرات المصريه، المخابرات العامه، المخابرات الحربيه، الامن الوطني المصري، اجهزه الامن المصريه، دي حضرتك بيشهد لها بالكفاءه. حضرتك احنا من اول التأسيس بتاع القوات الأمنية عندنا لكافة أعضاء هيئة الشرطة، يعني بنقول كضابط أو فرد في هيئة الشرطة أو فرد قوات مسلحة أو ضابط قوات مسلحة في كافة الأجهزة المعنية عندنا المنوط بها حماية الأمن القومي المصري، حضرتك دول مؤسسين تأسيس بارع، تأسيس متميز. حضرتك من أول ما بيدرس طالب كلية الشرطة بيدرس مواد وبياخد تدريبات تصب في المقام الأول في أن يكون على أعلى درجات الاستعداد في كيفية جمع المعلومات والتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة وكافة الأزمات الأمنية التي تمر بها الدولة، كيف يتعامل معها، كيف يقوم بإنشاء قاعدة بيانات كبيرة جدا 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 بيستقيها من مصادره الداخلية وأيضا مصادره الخارجية، مش بيعتمدش، لا ده احنا عندنا الأجهزة الأمنية يعني الحمد لله رب العالمين. بين الأجهزة حضرتك في تنسيق كبير جدا جدا بين المنظومة دي، منظومة المخابرات العامة، المخابرات الحربية، الأمن الوطني، الأجهزة باقي الأجهزة الأمنية الأخرى التي تعمل في مجال الأمن العام. حضرتك احنا الحمد لله رب العالمين وزارة الداخلية لديها قاعدة بيانات غير مسبوقة فيما سبق. حاليا دلوقتي عندنا قاعدة بيانات في وزارة الداخلية بتستطيع من خلالها أن تستقرئ الأحداث ما هو جديد وأن هي تستطيع أن تتعامل مع كافة السيناريوهات. وبالتالي احنا عندنا هو ليه بينجحوا في صد العديد، احنا عندنا قوات الأمن الوطني والأجهزة الأمنية عندنا والبحث الجنائي، كما ايضا على الصعيد الاخر المخابرات العامه والمخابرات الحربيه عندنا دائما بيكون لهم ما شاء الله استباق في ان هم بيكمدوا العديد من الجرائم قبل ارتكابها. بعد انقطع كلامك بس ما رجعت المكالمه معانا تاني استاذ سمر. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ مساء النور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله والله. اتفضلي.
الدكتور عبد الصمد اول حاجه منور الدنيا بحالها. الله يبارك فيك يا استاذ سمر، ربنا يخليك. دوت هيفضل فخر الفارس منشئه القناطر كلها. الله يبارك فيك يا رب، الله يخليك. انا سمر راشد اللي بعتذر الدكتور عبد الصمد، وهنفضل طول عمرنا كشباب وكناس مفضلين هيعتزوا بالدكتور عبد الصمد طول عمرهم. الله يبارك فيك يا رب. والاجيال اللي طالعه، وكفايه ان الدكتور معروف بخدماته في الدايره بحالها. الله يبارك فيك يا رب، الله يخليك. عاوزه توجهي له حاجه يعني؟ عايزه توجهي له سؤال او حاجه؟ توجهي له حاجه، اي سؤال؟ اوجه له ان هو يفضل فخر بينا طول عمره. الله يبارك فيك يا استاذ سمر، شكرا. للشباب وللدايره بحالها. الله يبارك فيك يا رب، شكرا. هو منور الدنيا كلها. الله يخليك يا رب. شكرا لحضرتك. اللي خسرك مش شكرا لك. الله يبارك فيك يا استاذ سمر. شكرا ليك يا استاذ سمر. شكرا لحضرتك، شكرا لك. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا، اتفضل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. معانا اللواء دكتور عبد الصمد سكر، استاذ القانون الدولي وخبير الامني. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. كنا بنتكلم قبل الفاصل على استباقات او الضربات الاستباقيه لجهات الامن ضد الجماعات الارهابيه، كنا عايزين نتكلم كمان عن الانتربول، او بمعنى اصح الهاربين من القانون حاليا وموجودين في دول اخرى. ازاي بنعرف نوصل لهم ونرجعهم تاني، ومعاهدات السلام التسليم المعموله مع الدول الاخرى عشان نرجع هؤلاء الهاربين؟ شوف، انا اقول لحضرتك، هو ده موضوع. اولا تسليم المجرمين، في البعض بيسموهم تسليم الاشخاص المطلوبين، في بعض الاخر يقول تسليم المتهمين الى اخره. حضرتك، هو احنا عندنا في اتفاقيات ثنائيه مع مصر، وفي الاتفاقيه الخاصه بجامعات الدول العربيه، في اتفاقيه تسليم المجرمين المعقوده بين الدول العربيه. تمام. ايضا في حاله عدم وجود اتفاقيات، احنا بنقول اول اتفاقيات تسليم عشان دوله تطلب من دوله اخرى ان هي تسلم شخص هارب لديها محكوم عليه او متهم في قضيه، يبقى في هذه الحالة يفترض أن يكون هناك اتفاقية تسليم مجرمين. تمام. طب لو ما فيش اتفاقية تسليم مجرمين، هل الموضوع يتوقف؟ لا. هنا الانتربول الدولي، منظمة الانتربول الدولية بتحل بموجب الاتفاقية بتاعتها وميثاق بتاع منظمة الانتربول الدولية، بتحل محل أي اتفاقيات تسليم. ممكن من خلال الانتربول الدولي أن يقوم هو بيحل محل مثل هذه الأمور، وبيتم مخاطبة الانتربول الدولي ويتم تسليم الشخص. لما يجي اقول الاول يعني ايه طلبات التسليم او طلب التسليم الخاص بالمطلوبين او المتهمين او الهاربين، يفترض ان دوله الف مثلا بتطلب من دوله ب تسليم شخص ارتكب جريمه على ارضها، ارض دوله الف، لاتهامه في جريمه جنايه او جرحى، في ضوابط، في شروط للتسليم يعني، او ان هو يكون محكوم عليه بجريمة جنائية، وبالتالي بتطلب من هذه الدولة تسليمه. طيب الطلب ده بيتم ازاي؟ الطلب ده بيتم في إطار الطلب من خلال وزارة الخارجية المصرية، بتقوم به إدارة اسمها إدارة الانتربول الدولية، اللي تتبع مصلحة الأمن العام المصري، مرود بها ليه إدارة الانتربول. وبنجد ان احنا على فكرة الادارات المعنيه بالتسليم او اجراءات التسليم نفسها، او ان هي دي تبقى دايما تابعه لقطاع مصلحه الامن العام، باعتباره له اختصاص اصيل، اختصاص عام يشمل كافه انحاء الجمهوريه. وبالتالي اداره الانتربول بتتبع قطاع مصلحه العام، لان قطاع مصلحه العام له اختصاص على مستوى الجمهوريه، اختصاص جغرافي، وبالتالي اداره الانتربول بتستمد هذا الاختصاص من تبعيتها لهذا القطاع. وبالتالي اللي بيحدث عملا ان اداره الانتربول بتخاطب الخارجيه، الطريق اللي هو الطريق المرصود لذلك الامر، بتخاطب الخارجيه بتقول لهم والله ان احنا عايزين يتم مخاطبه الدوله الفلانيه
طبعا بيتم الاول مخاطبه من خلال النيابه العامه، ثم يعني بتعمل اجراءات متعلقه بالمخاطبه بموضوع التسليم، يسميه طلب التسليم. وبعد كده لما الطلب بيسير في الاجراءات بتاعته من خلال النيابه العامه، والنيابه العامه تصدر قرار بضبطه او احضاره او الصور او المستندات المتعلقه بالتسليم، لان مش هتطلبوا اي شخص يجي لك. الدوله الثانيه بتطلب ايضا لحمايه الشخص المتهم او المحكوم عليه، بتطلب المستندات الداله واليقينيه على ان الشخص ده متهم في الجريمه كذا، الجنايه كذا، بارتكابه كذا، او ان هو محكوم عليه في جريمه معينه، واخد عقوبه معينه، وبالتالي هرب من هذه الدوله الى دوله اخرى. وبالتالي بيتم عقب الموافقات بتاعه الجهات المعنيه، سواء الدوله طالبه التسليم او الدوله المطلوب منها التسليم، في هذه الحاله بيتم ارسال ماموريه من قبل وزارة الداخلية المصرية أو قبل انتربول المصري إلى الدولة المعنية لذات الجهة أيضا المنوط بها أن هي الإجراءات التسليم، وتقوم باستلام الشخص إلى واستلامه من الجهة المعنية، وتصطحبه في طائرة أو خلافه إلى الدولة المصرية سواء لمحاكمته عن التهمة التي وجهت إليه، أو لتنفيذ عقوبة هو فلت منها أو هرب منها خارج الدولة. نعم. طيب محمود عزت تم القبض عليه في الأيام الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية، هل فاد محمود عزت اللي هو المرشد الحالي لجماعة الإخوان المسلمين قوات الأمن أو الأمن المصري في الحصول على معلومات جديدة زي القبض على سيد السويركي، القبض على الأخ اللي هو بتاع أولاد رجب، هل فادهم؟ ايه المعلومات اللي استفادوها قوات الامن من هذا؟ شوف انا اقول لحضرتك حاجه، اي خلايا ارهابيه سواء في الحوادث الجنائيه او الحوادث السياسيه، ثق تماما اي شخص له باع او اطلاع في هذه اي حادث من الحوادث التي تهم، خاصه تهم الراي العام او حتى القضايا العاديه سواء الجنائيه او السياسيه او الارهابيه. اي شخص الامن بيبقى حريص جدا جدا اولا ان هو بيعامله المعامله ذات المرجعيات القانونية والخاصة بالمواثيق الدولية، ان هو بيحاول ان هو يستفيد منه قدر الامكان بكافة المعلومات التي قد توصل الامن الى بؤر ارهابية جديدة او الى اشخاص ضالعين في الجريمة جدد. وبالتالي بنجد ان الامن بيكون حريص جدا جدا ان هو بيستخدم كافة الطرق المشروعة في الحصول من خلال الاستجواب مع المتهم في ان هو يحصل منه سواء في قضيه عاديه قد تكون قضيه جنائيه، بيقدر يعرف باقي المتهمين، يعرف الادله موجوده فين، يعرف مين الفاعل الاصلي، يعرف هم مين اللي اشترك معهم، مين اللي حرض، من كل هذا الكلام من خلال الشخص ده. وايضا في القضايا السياسيه او القضايا الارهابيه بنجد ان الامن بيكون له دور كبير جدا بان هو يستفيد بكافه المعلومات اللي يتوصلوا إلى الحقيقة، الوصول إلى الحقيقة عشان خاطر يقدم الحقيقة كاملة إلى الجهات التحقيق الأخرى كالنيابة والقضاء المصري إن شاء الله بإذن الله. طيب سيادة اللواء، قد إيه قادرة الوزارة دلوقتي إن هي تتطور وتواكب التطور الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل التكنولوجيا الحديثة والسايبر كرايمز واللي هي زي ما بيقولوا الجرائم الإلكترونية؟ ازاي قادره تواكب التطور ده، وازاي ان هي قادره توصل ان هي تبقى قادره ان هي تقبض على اي حد يقدر يعمل الجرائم الالكترونيه دي؟ شوف انا اقول لحضرتك حاجه، احنا زي ما قلت وذكرت في بدايه الحديث ان دائما الوزاره عندنا وزاره الداخليه ما شاء الله عليها، او اجهزتنا الامنيه او القوات المسلحه عموما، دائما ان هي بتحاكي وتستقرئ الواقع، تحاكي الواقع، وفي نفس الوقت ان هي تتنبأ باي مخاطر مستقبليه. من خلال ده من خلال الدراسات، من خلال الدورات التدريبيه، من خلال التدريبات المعنيه. احنا ما كانش عندنا الاول قانون بتاع خاص بالانترنت، جرائم الكترونيه، عندنا اصبح عندنا قانون بنسميه الجرائم المستحدثه، الجرائم المستحدثه. ايضا ما كانش عندنا قانون بيتعلق بمكافحه غسل الاموال، اعتبرت غسل الاموال من الجرائم المستحدثه، ان هو بالتالي صدر لها قانون عشان يواجه هذه الحالات. طب لما احنا نقول ان في جرائم الكترونيه، اذا ده بيتطلب من وزاره الداخليه ان هي تحاكي هذه الحقيقه وهذا الواقع. من خلال ايه بتحاكي هذا الواقع؟ من خلال اول شيء يبقى في تشريع موجود عشان يكون ليها تستند الى مرجعيه، وبالتالي تبدا تطور المناهج بتاعتها، المناهج الدراسيه في كليه الشرطه بما يتواكب مع التطورات والمستجدات الجديده على الساحه المحليه والاقليميه والدوليه. ايضا التدريبات
أيضا التدريبات الأمنية تختلف وأيضا تتطور بما يواكب كل هذا الأمر، وبالتالي بنجد عندنا إنشاء الإدارات، استحداث أجهزة وإدارات جديدة أيضا لمواكبة مثل هذه الأمور. عندنا إدارة نصب معلومات، وعندنا في إدارة العامة لبحث الإنترنت موجودة، كل هذا الأمر لمواجهة مثل هذه ما كانتش موجودة الأول. طب موجودة ليه دلوقتي؟ علشان خاطر أن احنا وزارة الداخلية دائما حريصة كل الحرص على أن هي تطور من أدائها، تطور من قواعد البيانات بتاعتها، تطور وتحدث الأجهزة الأمنية بتاعتها بما يتوافق مع كافة المعطيات الحالية والمستقبلية، وأيضا لمحاكاة كافة السيناريوهات التي ممكن أن هي تحدث سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو المحلي. طب احنا نخرج سيادتك من الأمن الداخلي المصري للأمن الخارجي، نعرف أن حضرتك طبعا خبير أمني في العالمي ومحلي والدول العربية، كنا عاوزين نتكلم عن الدور الأمني والتقارير الأمنية التي تعدها أجهزة الأمن المختلفة الداخلية في قضية سد النهضة والحفاظ على حصة نهر من نهر النيل في أثيوبيا، وموقف إيه الأثيوبي حضرتك يعني الاستعدادات؟ أنا هقول لحضرتك باختصار شديد جدا عشان البعض كان بيوجه انتقادات للسياسة المصرية تجاه سد النهضة، وأنا يمكن وأنا في المؤتمرات بتاعتي كنت دايما يسألوني يقولوا لي إيه اللي الدولة عملته في موضوع سد النهضة، وموضوع مش عارف وتيران وصنافير، وموضوع ليبيا وكل هذا الكلام. لكن أنا بقول لحضرتك الإشكالية في عدم إدراك حقيقة الواقع الدولي الذي نعيش فيه. بمعنى يعني مثلا ما ينفعش حضرتك أنا مع بداية مشكلة سد النهضة إن أنا أبدأ إن أنا أقول تصريحات كمسؤول دولة، تصريحات تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، ما ينفعش. لأن الأمم ميثاق الأمم المتحدة بيحرم مجرد التهديد باستخدام القوة، يعني مش استخدام القوة بس، التهديد باستخدام القوة. وبالتالي أنت حضرتك النهاردة مصر بعد ثورة إلا في حدود، ما أنا هقول لحضرتك التهديد باستخدام القوة لها وقت معين، ما هو حضرتك القوة في حضرتك الدفاع الشرعي وفيها القوة المشروعة، كل هذا الكلام موجود. لكن ما ينفعش ان انا اهدد ان انا استخدم قوه في توقيت ما ينفعش اقول هذا الكلام فيه. يعني حضرتك ايه بقى متربصين النهارده حضرتك المتربصين بعد ثوره الثوره العارمه والاراده الشعبيه اللي صدرت فيه اللي كانت موجوده في 2013 30 يونيو 2013، والاراده الشعبيه دي واحتقان بعض الدول التي تريد النيل من مصر، احتقنت يعني المخطط بتاعها ممشيش، يعني المخطط بتاع التقسيم بتاعها والغزو وخراب البلد وتدمير البلد ما مشيش، افسدوا رجل يسمى المشير عبد الفتاح السيسي، افسد هذا المخطط، ومن قبله افسد هذا المخطط الشعب المصري ووعي الشعب المصري. فعلشان كده حضرتك ما ينفعش انا بعد ثوره 30 يونيو والاثيوبيا بدات تاخد خطوات بعد ثوره 11 سريعة جدا في السد النهضة، عرفت ان الدنيا بايظة عندنا وان في الدولة مشغولة بأحداثها الداخلية كل هذا الكلام، فبدأت تاخد خطوة سريعة جدا في موضوع سد النهضة. وبالتالي بعد 30 يونيو بدأ المجتمع الدولي والدول، يمكن في دول معانا دلوقتي كالدول كانت ضدنا، بدأت تتربص بأي لفظ يتقال. يعني هو عايز بقى يفرض عليك عقوبات، يعمل معاك مشكلة، يقول لك انت قلت ده، انت هددت، انت خالفت المواثيق الدولية، انت خالفت ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي ما كانش ينفع حضرتك التعامل مع مشكلة سد النهضة بأي نوع من التهور الكلامي او الفعلي، خالص ما ينفعش. لان كل كلام هيكون محسوب، وبالتالي احنا بنطلع واحد يقول لك احنا نضربه، واحد يقول كذا، ما ينفعش هذا الكلام. لا يقوله مسؤول، ولا تقوله قيادة سياسية، ولا يقوله وزير خارجية، ولا يقوله مسؤول رئيس وزراء. مسؤول يؤخذ منه هذا الكلام يمثل خرق للمواثيق الدولية، واحنا كان مجموعة دول حوالينا اساسا مستهدفانا، متلككة بالعربي كده للدولة المصرية، عايزة تعمل معاها اي مشكلة من خلال خروقات بسيطة. علشان كده حضرتك افضل وجهة نظر الشخصية، افضل دبلوماسية في تاريخ مصر، من افضل دبلوماسية في تاريخ مصر، هي الدبلوماسية المصرية في مواجهة قضية سد النهضة. افضل دبلوماسية من وجهة نظر الشخصية بقول لحضرتك كانت افضل دبلوماسية، لان انت ما ينفعش في هذا التوقيت، التوقيت الساخن، التوقيت اللي في بعض الدول الكبرى
بتتلكك لك على اي تصرف انت تعمله، لو قلت كلمه ما اتقالتش. الحمد لله رب العالمين، عندنا قياده سياسيه حكيمه جدا، عندنا الحكومه المصريه كانت على ادراك تام، عندنا وزير خارجيه مصري انا بسميه المعلم، معلم سياسي، معلم دبلوماسيه. طب الدول متى تتعاون مع مصر في هذا الملف في حاله ان مصر خلاص هيكون اخر حاجه ليها وضرب سد شوف معها. حضرتك احنا وصلنا بدون قطع كلام حضرتك يا استاذ طه، وصلنا من ان كانت الدول بتترصد ليك اي خطا قولي او فعلي، اصبحت هذه الدول بفضل الدبلوماسيه المصريه الان، الدبلوماسيه المصريه في مواجهه سد النهضه البارعه، اصبحت الدول اللي كانت ضد بقت معها دلوقتي. الدول ضد بقت معها، اصبحت الدول اللي كانت منتظره لك غلطه تغلطها اصبحت هي اللي بتدافع عنك دلوقتي. وبالتالي انا بقول للشعب المصري كوجهه نظري الشخصيه، اطمئنوا تماما، لن ينتقص حق مصر من مياه نهر النيل. حصه مصر ال 55 مليار ونص هتوصل مصر باذن الله تعالى، وسد النهضه اللي اثيوبيا بتعمله ده لن يؤثر ولن تتركه الحكومه المصريه ولا الدبلوماسيه المصريه يصل الى ان هو يضر بالامن القومي المائي او الامن المائي المصري، لن يضار في ظل هذه السياسه الحكيمه اللي احنا شايفينها حاليا. وفي اتفاقيات، الناس انتقدت الحكومه المصريه بسبب اتفاق المبادئ. طب انت الاول قبل ما تنتقد، لما واحد كان يجي في قعده كده يقول لي انتوا ازاي تمضوا على اتفاق المبادئ، اقول له حضرتك انت قريت الاول اتفاق المبادئ؟ قريته الاول؟ يقول لي لا. مرة تقول حضرتك اقرا، هو 10 مبادئ، حضرتك 10 اقرا ال 10 بنود الاول، وبعدين اعرف ان ده حمايه لمصر وقوه لمصر وبيصب في صالح مصر ولا ضد مصر، ولا احنا نسمع كلام المرتزقه ونسمع كلام الناس التي تشوش على السياسه المصريه وتشوش على الحكومه المصريه ونسمع كلامها ويقول لك ده مضوا، ده الاتفاق ده هو سبب الكارثه. اتفاق ايه اللي سبب الكارثه اللي احنا فيه؟ ده اتفاق المبادئ هو اساسا الدوله المصريه بالاضافه للاتفاقيات الدوليه الخاصه بنهر النيل اللي وقعت يبان الاحتلال الاحتلال البريطاني، ده اتفاق المبادئ ده معاك سلاح قوي جدا جدا يستطيع ان هو يحميك إذا ما لجأت إلى الطرق الأخرى الدولية. نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، معانا اللواء دكتور عبد الصمد سكر الخبير الامني ودكتور الاستاذ القانوني قانوني الدولي. سياده اللواء، كنا عايزين نسال حضرتك عن التنسيق الامني القومي بين مصر وليبيا والقرارات اللي الاستاذ الرئيس خدها في الفتره الاخيره بخصوص ليبيا، ايه تفاصيلها بالظبط؟ شوف انا اقول لحضرتك، في 2016 انا يمكن كان مستضيفاني الفضاء المصري في 2016، وفي الحقيقه انا لما رحت ما شاء الله المعد كان يعني على درجه كبيره من، قلت له يا اخي احنا في ملف خطير جدا ما حدش بيتكلم عنه لا اعلاميا ولا حد بيجيب سيرته، والملف ده انا شايف هو اخطر ملف مطروح حاليا دلوقتي، اخطر ملف على الامن القومي المصري. الكلام ده 2016 ولم تتضح الرؤيه بعد، فانا قلت له انا شايف ان الملف الليبي ده هو اخطر ملف على مصر، اخطر من مواجهه الارهاب نفسه، لان مصر قادره على مواجهه الارهاب، لكن الملف الليبي ده في مؤامره بتحاك كده معينه ضد مصر هيستغل فيها الملف الليبي الموجود حوالينا. وبالفعل احنا بدل ما كنا هنتكلم في موضوع معين راح قال لي طب نقلب الكلام على على الملف الليبي. حضرتك الملف الليبي ده ملف شائك كبير جدا، ليبيا بتدار بشكل همجي الى حد كبير منذ فتره خارج المألوف، خارج الاطار المألوف. حضرتك كما نعلم ان المجتمع الليبي هو مجتمع قبائلي بتحكمه القبلي الى حد كبير جدا.
بعد ثورة فبراير عندهم عملوا دستور، دستور ليبي. والدستور الليبي حضرتك ده، أنا بجيب بس الموضوع من الجذور عشان في البعض يقولوا في خليفة حفتر وفي حكومة الوفاق وفي الحكومة الوطنية، إيه الحوار ده؟ وإيه دخل مصر بسيرة الجفرة وإيه كل هذا الكلام أنا بقول لحضرتك. فحضرتك بموجب الدستور الليبي تم انتخاب مجلس نواب ليبي بموجب هذا الدستور. طيب تم انتخاب مجلس نواب ليبي، إذا هذا المجلس النواب الليبي هو مجلس شرعي صح ولا لا؟ لأن تم اختياره من قبل الشعب الليبي. بالضبط. مجلس النواب الليبي شكل حكومة وطنية اللي فيها خليفة حفتر. بالضبط. إذا الحكومة دي تعد حكومة إيه؟ شرعية وحكومة وطنية. طب الكلام ده لم يروق إلى الصهيونية العالمية أو المخطط الصهيونية العالمية، ده إحنا ليبيا كده. وبدأ خليفة حفتر يواجه الإرهاب، وبدأت الحكومة الوطنية تواجه الإرهاب وتنجح في صد الإرهاب إلى آخره. وبدأت الحكومة الوطنية تقول للدول مدوني بالسلاح عشان أقضي على الإرهاب، مدوني بسلاح عشان أقضي على الإرهاب. قال لا، طب ما تساعد الحكومة الشرعية دي عشان تقضي على الإرهاب. لكن هو في الصهيونية العالمية في أجندة أخرى زي ما حضرتك بتقولي والأستاذ إسلام بيقول لتدمير ليبيا. طيب طب ده ليبيا كده الموضوع هيستقر فيها والامور هتهدى والامور هتبقى زي تمام وزي الفل كده. طب ايه الوضع دلوقتي؟ واحنا ليبيا دي المدخل بتاعنا لمصر. بالظبط. ده احنا عايزين نهدم ليبيا، ده ليبيا هتستقر يبقى مصر استقرت يبقى الحوار كده خلص. فبداوا راحوا مدينه اسمها مدينه الصخرات في المغرب وعملوا مؤتمر اسمه مؤتمر الصخيرات. وراحوا انشاوا حكومه مضاده اسمها سموها حكومه الوفاق ومدعومه من مين بقى؟ من مجتمع دولي. بالظبط. اللي بتسيطر عليه امريكا وبريطانيا والمانيا وبعض الدول الاوروبيه الى اخره. يا اخوانا طب ما عندكم حكومه وطنيه، طب ما تدعم الحكومه الوطنيه اذا كنتوا عايزين بالفعل تواجهوا الارهاب الموجود في ليبيا او بقايا الارهاب الموجوده في ليبيا، ادعموا الحكومه ديت الشرعيه. لا مش عاجبهم، هم عايزين الدنيا تبوظ في ليبيا، عايزين ليبيا. فانشاوا حكومه وفاق، حكومه مضاده، وانسحب لها بعض وانشأوا لها بعض الميليشيات والقوات المسلحه بتاعتها. وبدأت حكومه في الغرب وحكومه في الشرق، بدأوا ان هم يواجهوا بعض كقوات مسلحه، وبدأ خراب في ليبيا يدب. طيب بدأت ايضا مع تشكيل حكومه الوفاق بدأت السيطره والاكتساح ايضا للحكومه الوطنيه بقياده خليفه حفتر. سيطرت على 90% في المية من ليبيا. هنا الموضوع هينتهي كده، ده داخلين ده خلاص فاضل لهم طرابلس. طب ايه الموضوع؟ بدا هنا التدخل، بالرغم ان هناك قرارات امميه بمنع تسليح اي طرف ومنع التدخل عسكريا في المشكله او القضيه الليبيه، لكن القوات التركيه عيان بيان امام امريكا وامام بريطانيا وامام بعض الدول خدت القوات وراحت على هناك. لما خدت القوات وراحت على هناك احنا قارين المشهد، وبدات فيه مرتزقه وحملوا مرتزقه وحملوا ميليشيات بتاع داعش وغير داعش والى اخره، يلموا ارهابيين العالم ودوا على ليبيا ادوهم سلحوهم اعملوا. بدات تركيا تتدخل في الموضوع وتتدخل في الحوار ان تبعت قوات هنا استشعار الخطوره الامن القومي المصري هنا بقى خلاص. هنا مش هينفع ان احنا نتوقف عند هذا الحد. بدأ سيادة الرئيس حدد لما لحماية الأمن والعمق الاستراتيجي القومي والأمني بتاع مصر مش هيستنى لما القوات المرتزقة والميليشيات تيجي على الحدود 1200 كيلو بيننا وبين ليبيا ويجوا عندها وبعدين يخشوا على بلدنا وبعدين نتفرج ويبقى أنا الحرب عندي على بلدي. لا، أنا أخلي مواجهة الإرهاب وبالاتفاق مع الحكومة الوطنية الشرعية في ليبيا بالاتفاق معها التي تسمح به مساق الأمم المتحدة إن أنا أروح أحارب الإرهاب خارج الحدود المصرية داخل الحدود الليبية بموجب اتفاقات شرعية وفقا تستند إلى مرجعات أممية. وبالفعل حدد خط سيرة الجفرة، وإحنا عارفين الهلال النفطي موجود في هذا المكان، وده تقريبا منتصف ليبيا من الشمال للجنوب. وبدأت القوات الأخرى والمرتزقة يحاولوا يقتربوا من هذا الخط، ولكن حتى الآن لم يجرؤ ولن يجرؤ أحد من أي لا مرتزقة ولا غير مرتزقة أن يقترب من هذا الخط. وهنا خطورة الأمن القومي المصري أن احنا لابد أن احنا ندافع عن
العمق الاستراتيجي بتاعنا. عشان كده احنا بنقول بنرفع القبعة لقواتنا المسلحة. لما أبهرت العالم في التدريبات العسكرية المتكاملة التي شاركت فيها كافة الأسلحة، سواء برية، جوية، استطلاع، مخابراتية، طيران إلى آخره، وأبهرت العالم في المتوسط، بحر المتوسط، بالتدريبات والجدية بتاعتها، وأظهرت مدى قوة الردع اللي بتشكلها قواتنا المسلحة، بدأ هنا التراجع، بالرغم أنهم حصل محاولات مرة واثنين وثلاثة عشان خاطر أن هم يقتربوا من الخط اللي حدده سيادة الرئيس. وكان على طول في الحال في قوات بتطلع، أو طائران بيسموه الطائران المأكول، أن هو يطلع يتعامل لما جم ينشئوا قاعدة عسكرية في الوطية. على طول الرادارات اللي اتحطت انضربت في الحال، طلعت ايضا طائرات تسمى الطائرات المأكولة دمرتها. والنهارده هم بيرغموا على الحل السياسي. هي دي براعة السياسة المصرية اللي احنا بنقول على براعة السياسة المصرية وحنكة السياسة المصرية. السياسة المصرية اللي احنا نرفع لها القبعة، وليست مجاملة والله ان انا بقولها في حق الرئيس السيسي، لانه هو بحكم عمل المخابراتي بنجد منذ توليه منصب وزير الدفاع على طول مباشرة، علشان خاطر تبقى الدولة دولة، ما ينفعش تكون دولة بلا قوات مسلحة يشار إليها بالبنان، قوات مسلحة قوية لديها تنويع مصادر سلاح زي ما عمل سيادة الرئيس. إدى ظهره للدولة الكبرى اللي كانت يعني بتقول مش هعمل، لا براحتك، اطلع على فرنسا، اطلع على ألمانيا، روح على الصين، روح على هنا، روح على هنا. جاب أسلحة وجاب غواصات وجاب مدرعات وحاملات طائرات، وتعزيز القدرات العسكرية دي اللي جعلت أي قوة أخرى تهاب إن هي تدخل في صدام مع القوات المصرية. وده اللي احنا بنقوله، الملف الليبي ده هو من أخطر الملفات، ومن أفضل التعامل أيضا اللي تم هو تعامل الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعامله مع الملف الليبي بهذه الصرامة. هذه الصرامة. طب وأنا بعتبر سيادتك ليه فايز السراج أعلن استقالته وحصل انشقاقات بين المرتزقة السوريين اللي بعتهم أردوغان داخل ليبيا، وفجأة رجع تاني طبعا للحكومة؟ مش عارفين إيه الانشقاقات دي وإيه سبب اللي هو إن هو قدم استقالة. بص أنا أقول لحضرتك حاجة، فايز السراج ده هو أصله والكلام تركي، والكلام ده على فكرة قايله 2016. فايز السراج أصله تركي على فكرة، ضمن أساسا من الداعمين لتنظيم القاعدة. وكان في مطار اسمه مطار ام عيتيقه موجود هناك عندهم. هذا المطار كان دايما المرتزقه فيه والميليشيات فيه وداعش فيه وتنظيم القاعده مسيطر عليه، كل هذا الكلام. ما فايز السراج معروف تاريخه، ضرب مرتين. تاريخ فايز السراج لما تشكلت حكومه الوفاق اتشكلت منين؟ ما تشكلتش اساسا اللي بيرقصها فايز السراج دي، لم تشكل من كافه القبائل الليبيه، ده شكلوا فيها لا يتجاوز 50% من بعض الاشخاص في القبائل الليبيه المتشدد، التيارات الاسلاميه المتشدده اللي اساسهم كله كان بيتبع تنظيم القاعده. وبالحاج النائب بتاعه والتاني والتالت، ده دور اللي راحوا ضربوا ودمروا مطار طرابلس، وضربوا الطيران البوينج اللي فيه والطيران المدني اللي فيه ودمروه، اللي هو حاليا دلوقتي بيقول انا الوفاق ومش الوفاق. لا ده موضوع كبير جدا ملف الليبي، بس احنا بنشكر ونحن همتنا جميعا لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا لقواتنا المسلحه المصريه الباسله اللي هي ابهرت العالم واللي هي شار لها بالبنان وتشكل عامل ردع. احنا الحمد لله رب العالمين في دوله بنفتخر ان احنا من الدوله المصريه، دوله بنفتخر ان لنا قياده سياسيه واعيه تماما، بنفتخر بقواتنا المسلحه، بنفتخر باجهزتنا الامنيه اللي حمت بلدنا من براثن الارهاب وبراثن المخططات الصهيونية والعالمية والمنظمات الإرهابية. طب دكتور عبد الصمد في عجالة، لأن تقريبا فاضل 5 دقايق بالضبط على نهاية الحلقة دلوقتي، بما أن حضرتك أستاذ في القانون الدولي، بما أن تركيا بتتدخل على مرأة دولي وعلى ساحة كبيرة في سوريا وفي ليبيا وفي كل حاجة، ومحدش عارف يحط لها رادع، لغايه امتى يعني؟ امتى هتحط لها رادع ويتقال لها لا ويتحط عند حدها؟ هو لسه ما اتحطش الرادع حضرتك، اتحط الرادع خلاص. لا هو يعني حضرتك نهائي، النهارده بحيث ان هي ما تقدرش تطلع بره. حضرتك النهارده الاتحاد الاوروبي بدا ينظر الى بدا، بس بص النهارده الحقيقه هي التي تستمر بالزبط. الحقيقه هي الباقيه وهي المنتصره في النهايه مهما شفنا هذا الكلام. النهارده ذكاء القيادة السياسية عندنا زي ما قلت لحضرتك في موضوع سد النهضة وموضوع ليبيا وموضوع كذا وكذا، ان هو في توقيت معين ما كانش يقدر يقول كلام فيه دلوقتي بيقوله.
ليه؟ انت النهارده قدرتي بفضل والحنكه السياسيه واداره الازمه الاقليميه بتاعت والازمه الليبيه وزاره ازمه الملف الليبي ديت، انك قدرت تستقطبي بعض الدول التي تناصر الحق معاك. كل الدول، الدول الاتحاد الاوروبي. انت النهارده شوفي بعد من كام سنه احنا كنا فين من دول الاتحاد الاوروبي بالظبط، ودلوقتي احنا فين من دول الاتحاد الاوروبي. دول الاتحاد الاوروبي دلوقتي هي على خط معاكي، لان اقتنعت بسياسه هذه الدوله، اقتنعت ان هذه الدوله دوله سلام ليست دوله حرب، ودوله امن وامان، ودوله تبغي السلام لكافة دول المنطقة والسلام العالمي، وأنها تحارب الإرهاب. وظلت مصر تحارب الإرهاب حتى وقتنا هذا، محاربة منفردة. الدول النهاردة لازم تختش على دمها. النهاردة شفت حضرتك الاتحاد الأوروبي النهاردة بيفرض عقوبات على أجل مصلحته الشخصية، وفي نفس الوقت تحقيق السياسة لا تعرف العداء المستمر ولا الصداقة المستمرة. السياسة هي تبادل المصالح فيما بين الدول، ووجدوا أن مصالحهم الكبرى مع الدول ديت هي مع مصر في المقام الأول، دولة كبيرة، دولة تتوسط العالم، دولة جغرافيا سياسيا تاريخيا، دولة ما شاء الله على مصر من الدول الحمد لله. النهاردة تعال شوف البنية التحتية اللي معمولة في مصر، شوف التنمية المستدامة، أدوات كافة أدوات التنمية المستدامة موجودة عندنا حاليا في مصر دلوقتي. التخطيط اللي احنا عمرنا ما سمعنا ان بتحط رؤية مصر 2030 ولا الكلام من ده، محطوط رؤية مصر اللي هي نقل مصر نقلة نوعية وكمية وكمية وكيفية من حالة أدنى إلى أفضل الحالات. النهاردة هتشوفي مصر حضرتك بعد سنتين إلى ثلاث سنوات كبير. حضرتك المشروعات العملاقة اللي اتعملت، الطرق البرية والكباري والأنفاق والاستثمارات والقضاء على العشوائيات والمساكن والمدن الجديدة اللي اتعملت، متى سينتعش الاقتصاد المصري؟ حضرتك إن شاء الله إذا أراد ربنا اسألنا أنا بعد سنتين بالظبط، اسألني بعد سنتين قول لي أنا كنت صادق في هذا البرنامج ولا لا، لأن بعد سنتين هتجد في طفرة اقتصادية كبيرة جدا إن شاء الله بإذن الله تعالى، وهنجد ارتياح في معيشي وارتياح اقتصادي وتعليم. احنا الحمد لله مصر قفزت قفزات نوعية في كافة المجالات، سواء الاقتصادية أو التعليمية أو الصحية أو الأمنية، كل هذا الكلام احنا كنا في مؤخرة العالم في الجودة كل شيء. الحمد لله دلوقتي احنا مصر نظرة تانية مختلفة خالص، دي حقيقة الحمد لله رب العالمين بالظبط. في تطور ملحوظ، ويعني بإذن الله كده كمان سنتين زي ما حضرتك بتقول هنطلع من فقرة الدول النامية وهنبقى من الدول المتقدمة إن شاء الله. دي حقيقة إن شاء الله بإذن الله تعالى، لأن احنا شايفين الخطوات والاكتشافات البترولية يعني ما شاء الله احنا بدأت العجلة التنمية الاقتصادية بتدور بشكل مميز جدا جدا. ممكن ان احنا العالم بيقبل على مصر كلها، دي حقيقة استاذ اسلام، كله بيبحث عن الاستثمار في مصر دلوقتي، كله دلوقتي وجد الاستثمار حقيقة. بيأتي فين؟ بيأتي على الدولة التي مستتبة في الامن يتحقق فيها الاستقرار، درة الاستثمار كما يقولون. هو الاستقرار الامني فعلا. هو اساس كل شيء، اساس تطور الحياة داخل المجتمع، الأمن والاستقرار بالفعل، دي حقيقة. احنا بنشكر حضرتك جدا سيادة اللواء دكتور عبد الصمد سكر استاذ القانون الدولي وخبير الأمن. شكرا استاذ ضحى، استاذ سلام، انا سعيد جدا والله. شكرا لزميلي استاذ سلام شريده احنا دايما الحلقه معايا، يخليكي شكرا. استنونا في حلقه جديده كل يوم اثنين الساعه 3 العصر مباشر على قناه الصحه والجمال.